ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بأن يفرد الله، يعني لا يجعل معه شريك. توحيد كيجن داوت تا الله سبحانه وتعالى تا موي كوت كمين نانا دال ين اج بريب دوج نين الله تعالى بان لا يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. هاي الله تعالى تا موي نو كو مين 3 ببريد. النوع الأول توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية أويتو ده هذا توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق مثلا. يوم بنتا يوم بنتا توحيد الربوبية كي الله سبحانه وتعالى تيموي كود دايل بنكار يوم أوتيها. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية كي توحيد دا يوم بنات إبادة تجبو الله تعالى تيموي كود كي يوم من كروب ريكو سمبه نانا كراو أمبي الله تعالى لاي. الثالث توحيد الأسماء والصفات. تيبي كي توحيد أسماء والصفات بأن يفرد الله بأسماء وصفاته. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ننزه الله عن مماثلة الخلق. ينترو